الشباك على جاري ومن ناتشو وصل لي بنزيما انطلق كريم راح كريم بنزيما عنده الكره يطلبها وكره خطيره با 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 جول اول اهداف المباراه فاتي كوتينيو ماسي في القائمة الثانية يرجع لفاتي فاتي ميسي 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 با 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 ما زالت الكرة عند ليو بالنسبة لبرشلونة في تاريخ الكلاسيكو نعم هو الهدف رقم 400 بالنسبة لبرشلونة والمسجل هو فاتي رائع المراوغة من ميسي يا كازيميرو رائع كذلك كازيميرو الذي تمكن من صد هذه حل جديد شوف هنا اللعبة من ليو ميسي هيشوف إذا فيه ضربة جزاء اعتقد بأنه دهس